مدحوينها قرن كسومالي لان مدن احمد محمد محمود سيرانيو ايا حلكي كقاضي برسابك قبل كمرودي جيح مصطفى عبد عيسى مصطفى شيني حطبا برسابك سي حلك لغا قاضي ايا تلفيشكا اريال ورئيسي دير او دنعيا بدن تابن يسيي وغورين برسابك وحان ويديي برسيده او اركو حلكا سي مدحوينه كقاضي ابار اللبادي الدور نمانو سي سحني او قرية تقريبا نني لا سادلو يدي بالفيسبوك اك عفيس كافيانكا دبيت نحن كواركي ان لقي قاضي حلكي انو اي قرنكا اي ويك مضي مدحوينة جمهورية الصومال لمدن احمد محمد سيراي وانا ارين دي دستوريا او معركة السنة ان مدحوينة عيدو دانو حلو مقعبو ايلو قدو دانو حلك قاضو بركانيك شخصيا مدحوينة احمد محمد سيراي رنتي مدو ايمو حان لاشقيني انتا مبرس عبقى افر سنة هيد سنة كوري وحانا ماري حيقينك مدبعادة لبا سنة وحان كتسنا حزبي كل مي قاسة نساق انتو يدل بضي ايو اي مقعابي انا كامبين مانجر حيان قبل كسناق نقضو اي اي مضي و اي در ايساق شغال اي درت انا ولي بو قدومي اورك صحافة دا مركا اني صحفية انا اي بنا سياسة دا قلو مركو يقع عطسدي وحان حجرية اني كان بغير اللي عيمك حلبان كا اي ان حلبان انتو نادير لوري جريبا كويلي قبل كسناق شينو لوغ مار ماي نرعي محمد حاشا لفلي ساسا انو كل ميكو قلي أنا احترامي مدحونا تاريخ داله شو فرح فرحات بيتا إنه إجا قبل حل استقالت إنه أفرجر المقعاو إنه ما تحل كي قادين تو أنا شرف يا كلام بيتا أنا كن إنت نولا هاي إياد أنا إنتو يسقون لي هاي دبديت به وحنا قندو عنن سي هاي أبالكم مدحونا وقرن كانوا قري إن إياه أبالك شخصيا وأنا كي قلم نن إيرالية كرم كذي شرفتي سو ما نعندونا حل قادين تي سرتي أدم سلويني إن وربش هيك يا إنات قرشة ودي يا إنات حلك يسقى على الشوارع تاس مجرد إنه ويد بق وينسوق عليه سيارة إنت من مغلي سوق أنك مغلي ما أنتوا قدام سبحان أرك وزير دولة مدحتوه ده الدفاعي ولا وران ويسمع سيليه أن واحد مدة إن ده كي قال قال الله خلاص عليه تد بدن وأنا نو كتشرو لما أنتوا تحلقوا هذا يعني سع سيليه أن واحد مدة إن رج واحد دون يا ضد الإسلام حبا دو كان من غيرني سان أي واحد كش غين يعني يجي أي يعني مرة بدعوت يهندلات إياه هذا مسؤول أنا ما يريد يكون مس عزيزة أنا إن اللي بقوله هذا أي شرطة أنا اسمع عزيزين نكابل كده عينا ما نحن مدحونا من حمد سيرايو نحيل كانوا يديبي ود نوقتي إن تاريخ ذي إنتن شو جان صار مركان نين عزيزين ما نحن نين ماله صعد أنا ما نحن نين دولة دي سل أش غيرنا يدا عدو أش غيرنا يعني نوريتنا مدحونا كيس صاري برد دويت أنا قبل سبعة غاسة تجري بوليسي كمش كلاش غير مركا حيل اللي سعسيله ما تجنن داري طبعا عشان نجي سعسيله يقولي بقى انتو سعسيله يسوي دني كت بيرة دني هيب هيب راعي من عرضها هذا كار دوالة فصحى ما شان دونا كبيرة لكن مركا هنا نسعسيله أنا شرفت إذا ما هين بدحوينا إنه كوكا عسنا هذا إنه كوكا عسنا وأنا كوش عبارة بقرن كل أحمد بعمل سيرة نكون مقعابه أنا كوه هاي مقعابه أنا قدومي سعف ده وماري حجيني مقعابه رجوا وين هم ضحى أي يقول محاك كفر إذا قدومي هذا هاي سعف ده قدومي ورجسي دور ده كحجيم هذا قاعد سامح نقول جوابي أنا كنا دوني ده أحمد محمد محمود سيراي فولو شرف أي وجرت هذا بيدو ولا يقدر يعني شرف أي وجرت ما أنت نوح أنا ها شرف أي وجرت أحمد محمد سيراي أنا نقول ما تيريو وأنا خو أنا أحسنه إن هذا الكلام حكوا جرت تد قلقلة تد كوك على سعرها ما حد أرك هو جد وضد كان لقوا يدينا يعني جاي يا محمد موسى عبس هذا أرك يسوي يرك له حافظ ده يضرب بدن إن أنا سعسيلينه أنا مرة بسمع سعسيلين ماشي نكون ماشرين ورك دوني مرشح حزب يكون ماكشر حيني خذان صوت أمريكا ضد كي يسجل السعودية الله وضعها دينه يو معنا كرسوني دري إني جبل قريب يعيد يعني كيس مركا تم مركا مرشح مرير كيس مباو هري مركا ضد كي كالحيل كاي الله وضعها دينه يو يا مركا وحنو كده حوالي ضد كنا دينه يا أنا بقى دولة دي كم ده وزير ذا دينه يا إيه مكا رك بضم بان معنا البعض شو ده أركاه ولا ولي هندري ولي هنجبس عسيلي سوي اللي يا رك بقى تبجر أنا وده عارفين تجيران تي في كشان كورونا وكل مين هاي haddana way nagu socotay oo maanta tan la leeyahay xilka laga qaaday waxa ay bara saabkii waxa way wadani buu raacay kulmi lama shaqeeyo wiis casilaya waxa sala ii sheegay ma hubaan oo laakiin taa waxyaaba waxna soo gaaray weeye laakiin anigu mar kasta baan in ku qancsan madaxweynisi iyo xukuumadda la soo shaqeynay karam sharaf ayaanay xisbigaagi kulmiye miya joogaysaa anuu xisbi markaba rogoliis dhex kuma jirin xisbigan saam ku sheegay taariikhdan ku mid axmed siiraay ayay yeeray laba xilliban baa u tagay markay cirgaaba arkeen waxay ilaahay cirgaab ninkaasa waxay naga qaban kara dalabki madaxweyne siiraayeen ku yimi weli golo dhex kamaan gelin xubi maart gudi fulinay xisbi kulmi maan gelin aan tanu awl ba xisbiga aan de rool aan ku lahaa ma jirin
xilkii aan hayay dowladnimada wuxuu ahaa kaambeynkii madaxweyne Siraay uu iga codsaday ayaan ku ahaa kulmiye iminkan anigu de xisbi kalaan gelayo iyo meel aan u socdo dee ma jirto waxaa laga yaba inaan howlahayga brivateka iyo haddaan doono ubadkayga isagaba tago waan iska nasto intaa xaq ma u leeyahay inaan haddaan ka fikiro waa iminka latashiya ii socda hadoo ila soo hadlayaan aniga dad badan oo siyaasiyiin isku xidhanahay ama waayeelkayga noqoto madaxa dhaqameedka noqdo dad badan ila soo hadlayaan waxay leeyihin kuu baahanay nala shaqe laakiin weli waan fikirayaa waxay noqonaysaa inaan go-aan qaato laba go-aan mid maqaan doona inaan nasto inaan siyaasadda kusii jiro haddaan siyaasadda kusii jirana dee kolley qofna meel aan laga rabin indhaha lama sii raaco laakiin in mas-uuliyiin dhinac qolo lagu tiriyo arintaas arrin wanaagsan miyaa wallahi qarankiin waxaad moodaa inuu meel xun maraya maanta hadda frankly dalkan inagaas kale dhallinyaro ah 49kii dagaalku markuu dhacay waan joogay weriyan ah maalina reerkayga dagaal ku jira maan raacin maantana reerkayga doorasho ku jira kumaan raacayo reernimo kumaan raaceen laakiin dalkeen waxaad moodaa maanta in iyadoo doorasho la doonay dadkii qolqolo loo qaybinayo waana nasiib darro weeye dadkii ka hadlaan waa media mediana laftigiisa inay dad wareystaan mooyaane follow up iyo editorialkii iyo fox bobkii in ummadda wax la weydiiyo leadershipki medias ka lahaa marka anagu joognay anaga ka ilaalin jirnay dadkii in la qolqolayo maanta raggan waaweyn ee tv yada qolqolada ka sheegaya idinka ahayd media idin wax laga qabto iminkana haddan idin soo banaman baxay siyaasiga waa in la cadeeya la sheega la ceebeeya marka la yidhahdo war nin weyn baate marka intuu guddoomiyaha xisbiga mucaaradka burcay istaago yidhahdo federaal baarna loo wadaa kii kalena halkaa burcay boorum soo istaago yidhahdo dagaal suqyaad gashay qaranka waa la baabiinaya qaranka inagaas kale cabdiramaan ceerena male muuse biixna male qarankan inagaa leh inaanu ka ilaashano siyaasiga xun weeye siyaasiga xun qaranka inaan anagu ka ilaashano weeye waa inaynu u sheegnaan idhahnaa siyaasadda xun waxaweye mowqifka siyaasigaad qaatay waa mid xun ummadda kalkacinaya wey waa inaanu idhahnaa ninka weyn ee lagu eedeynayo qabyaaladda waa inaan dhahnaa wardee ka daaya qarankan wuxuu u baahan yahay dad madax bannaan oo xor ah oo aragti nadiifa dhiiban karaya xitaa haddaynu nala noqoto inaan mid ka mida ridno waa ridaynaa saxaafaddu way bareeri jirtay marka maantana waan idiin soo ballanbaxay editorialadeyda waad arki doontaa faallooyinkayga inshaallah waad arki doontaan laakiin kulliba talaan gelaya haddaan siyaasad kusii jirayna waan bareeri doonaa meeshay noqotaba ama kulmiga dhex joogay ama ka tegay labada mid bay noqon doontaa batri koosaar maxamuud telefishanka aerial hargeysa